السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحدث الآن رد شديد اللهجة من اللجنة الأولمبية الدولية على الاتحاد الدولي للملاكمة، وخرجت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم في قرار شديد وقالت لكل شخص الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز. يلتزم جميع الرياضيين المشاركين في بطولة الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بلوائح الأهلية والدخول في المسابقة، بالإضافة إلى جميع اللوائح الطبية المعمول بها والتي وضعتها وحدة الملاكمة في باريس 2024، كما هو الحال مع مسابقات الملاكمة الأولمبية السابقة. يعتمد جنس وعمر الرياضيين على جوازات سفرهم. واستخدم اتحاد الملاكمة العالمية قواعد الملاكمة في طوكيو 2020 كخط أساس لتطوير اللوائح الخاصة في باريس 2024، وكان ذلك لتقليل التأثير على استعداد الرياضيين وضمان الاتساق بين الألعاب الأولمبية. استندت قواعد طوكيو 2020 إلى قواعد ما بعد ريو 2016 والتي كانت قائمة قبل تعليق عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2019 وسحب اللحق للاعتراف به 2023. رأينا في تقارير معلومات مضللة عن رياضيتين تتنافسان في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، وتتنافس الرياضيتين في مسابقات الملاكمة الدولية منذ سنوات طويلة في فئة السيدات، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. كان هذان الرياضيان ضحية قرار مفاجئ وتعسفي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة قرب نهاية بطولة العالم للاتحاد الدولي للملاكمة في عام 2023. تم استبعادهم فجأة دون أي إجراءات قانونية. وفقا لمحضر اجتماعي بي المتاح على موقعه على الويب، تم اتخاذ هذا القرار في البداية من قبل الأمين العام والمدير التنفيذي لإيبيا فقط، ولم يصادق عليه في مجلس إدارة إيبيا إلا بعد ذلك، ولم يطلب إلا بعد ذلك وضع الإجراء التي يجب اتباعه في حالات مماثلة في المستقبل. وتنعكس في لوائح إيبيا كما تقول المحاضرة أن إيبيا يجب أن تضع إجراء واضحا بشأن اختبار إن العدوان الحالي على هذين الرياضيتين يستند بالكامل إلى هذا القرار التعسفي الذي تم اتخاذه دون أي إجراء سليم، خاصة وأن هؤلاء الرياضيتين كانوا يتنافسون في منافسات عالية المستوى لسنوات عديدة. وتشعر اللجنة الأولمبية الدولية بالحزن بسبب الإساءة التي يتعرض لها الرياضيتين تلقي حاليا. لقد أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها بحاجة إلى أن توصل الاتحادات الوطنية للملاكمة إلى التوافق حول اتحاد دولي جديد من أجل إدراج الملاكمة في البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.